المستشار نادي السعد المتحدث باسم الحكومة. مساء الخير يا سيادة المستشار. مساء الخير أستاذة لميس، أهلا بحضرتك. يعني خليني الأول أسأل، كيف اتخذتم قرار عودة الدراسة وعودة الامتحانات أو عقد الامتحانات في الحكومة؟ بتتخذوا القرار إزاي سيادة المستشار؟ طبعا النهارده الاجتماع بتاع الخاص بلجنه الازمات كانت البدايه مع الدكتوره هلا زايد وزيره الصحه، استعرضت الوضع الوبائي حاليا والوضع الطبي. المؤشرات كانت ايجابيه، هناك تناقص في الاعداد، هناك ثبات في الوضع الوبائي ان لم يكن تحسن على مدار الايام الماضيه، واللي انعكس على انخفاض اعداد الاصابات حتى في المستشفيات وخف الضغط كثيرا على المستشفيات. في المقابل كان هناك ظاهره لاحظناها، إن الفترة اللي الولاد انتظموا فيها في الذهاب للمدارس في الترم الأول والذهاب للجامعات، أعداد الإصابات بينهم كانت منخفضة، وما تم رصده من إصابات بين الطلبة كان يكاد لا يذكر بالمقارنة بإنك تتكلمي عن 25 مليون طالب وتلميذ. الفترة بقى اللي هم قعدوا فيها، الفترة الماضية اللي احنا ما زلنا فيها، تم رصد زيادة في أعداد الإصابات بينهم. ده نتيجة ان هم لم يلتزموا، هم ما راحوش المدارس، ما راحوش الجامعات، لكن راحوا اماكن اخرى بتزداد فيها امكانية الاصابة، خاصة ان هم شباب صغيرين ما بيلتزموش او تلاميذ ما بيلتزموش بالاجراءات الاحترازية كما ينبغي. فده كان اول جزء الخاص بالوضع الوبائي.